اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نتحول لمشاهدينا الكرام مع زملائي الاعزاء، كل من زميلي العزيز خضر رز وزميلي العزيز احمد المسيري من استاد القاهره الدولي. قبل انطلاق هذه المباراه، مباراه الزمالك وانبي في الجوله الاولى من المجموعه الثالثه من كاس رابطه الانديه، هبدا مع زميلي العزيز خالد رزق ونادي الزمالك وكواليس نادي الزمالك وكارتيرون. زميلي خالد، الكلمه تفضل. برحب بيك زميل عزيز تامر صار، وبرحب بكل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان من داخل استاد القاهرة الدولي واجواء وكواليس مباراة الزمالك وفريق انبي في كأس الرابطة. يعني مستر باتريس كارتيرون النهاردة في مباراة اليوم بيعتمد على تشكيل بيتكون من عواد في حراسة المرمى، خط الظهر هيكون عبد الغني وحسام عبد المجيد، اطراف هيكون عبد الشافي وحازم امام، نص الملعب هيكون محمود عبد العزيز ورؤى ومصطفى فتحي، امامهم هيلعب رقم 10، اطراف هيكون عبد الله جمعة ونجمة، الهجوم هيكون اوباما. يمكن مستر باتريس كارتيرون حريص ان يكون اللاعبين المشاركين في مباراه اليوم في التشكيل الاساسي هم اللاعبين اصحاب اكيد خبرات واصحاب مكانات كبيره جدا، ولكن ما بيكونش عندهم فرص كبيره في الدوري الممتاز المصري، فمستر باتريس كارتيرون كان حريص على جاهزيه اللاعبين في هذه المباريات، خاصه ان كاس الرابطه يعني موجود في توقيت مميز جدا للعب مباريات رسميه وليست وديه فقط، بتدي طابع مختلف للاعبين وبتكون بتجهز اللاعبين بصوره اكبر بكتير. طبعا متواجد على دكه البدلاء عدد كبير من اللاعبين الناشئين لنادي الزمالك اللي هيستعين بيهم بالتاكيد في مباراه اليوم، خاصه ان نادي الزمالك بيعاني ساعات في بعض الاوقات ببعض الغيابات في الفريق الاول، فالناشئين هيكون ليهم دور بالتاكيد في هذه المباراه، وايضا بيكون ليهم استعداد وجاهزيه للمباريات القادمه باذن الله. لو اتكلمنا عن غيابات فريق الزمالك في مباراه اليوم، هناك غيابات عديده بالتاكيد، منها غيابات للاصابه وغيابات للالتحاقات بالمنتخبات الدوليه، هناك غيابات للاصابات عمر السعيد وشيكابالا وطارق حامد، ايضا هناك غيابات دوليه لبن شرقي وسيف الدين الجزيري، غيابات للمشاركه مع منتخب مصر الوطني في كاس الامم الافريقيه، يعني امام عاشور واحمد سيد زيزو وفتوح وابو جبل، وايضا هناك محمود علاء والونش. يعني اكيد غيابات كثيره في نادي الزمالك، ولكن هذه البطوله كاس الرابطه هي بطوله للاستعانه باللاعبين البدلاء وايضا اللاعبين الناشئين لجاهزيتهم بالتاكيد في هذه المباريات. يعني يمكن نادي الزمالك وصل يعني قبل ساعه ونص من الان، ويعني الان هم بداوا الاحماء في ارض الملعب، جاهزين كل اللاعبين عندهم حماس وروح كبيره ان هم يؤدوا بشكل جيد ويرجعوا لمستواهم الطبيعي بالتاكيد، ويكون لهم دور مؤثر مع الزمالك في الفترة القادمة. الأجواء هنا يا كابتن في ملعب المباراة يمكن أجواء جيدة، فيها برودة خفيفة ولكن بعض الأمطار كل شوية بتنزل وتقف، يعني أجواء مميزة والأجواء جيدة جدا في مباراة اليوم. زميل عزيز تامر صادق، كانت أجواءنا وكواليسنا من داخل استاد القاهرة الدولي، أنا أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو، اتفضل يا كابتن. شكرا لي يا زميل عزيز خالد رزق، منه للزميل العزيز احمد المسيري. وكواليس الانبي قبل اللقاء امام الزمالك والكابتن حلمي طولان. زميلي احمد لك كلمه تفضل. برحب بيك زميل عزيز تامر صار، وبرحب بنجوم التحليل في استاد مصر، وايضا برحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان من هنا من استاد القاهره الدولي وكواليس نادي انبي قبل لقائه الهام والمرتقب مع نادي الزمالك في مستهل مشوار الفريقين في كاس الرابطه ضمن مباريات المجموعه الثالثه. خليني اقول لك زميل عزيز تامر صار ان فريق انبي استعد لتلك المواجهه بخوض ثلاث مباريات وديه مع نادي لافاين، وفاز نادي انبي باربعه اهداف مقابل هدفين، ثم مع نادي الشمس وفاز بثلاثيه نظيفه، ثم مع نادي بلديه المحله وفاز بثلاثه اهداف مقابل هدفين. الفريق ادى تدريبه الاخير في العاشره من صباح امس الخميس على ملعب بترو سبورت، وكان تركيز الكابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي انبي منصب خلال المران الاخير على الخطه والتشكيل الذي سيخوض به هذه المواجهه. وعقب المران اختار الجهاز الفني بقياده الكابتن حلمي طولان 20 لاعب للدخول في معسكر مغلق والمبيت بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي. يمكن صفوف انبي تكاد تكون مكتملة ولا يغيب سوى ثنائي المنتخب محمود جاد ومروان داوود، بالإضافة إلى حسام عرفات المصاب بقطع في الرباط الصليبي منذ بداية الموسم الحالي. يمكن الكابتن حلمي طولان وصل بصحبة الفريق في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، تزامنا مع وصول حافظ
قافله نادي الزمالك. ايضا يمكن الكابتن حلمي طولان اكد ان هذه المباريات مباريات كاس الرابطه ستكون بمثابه اعداد جيد للفريق وتجربه جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباريات الدوري الاخيره قبل عوده الدوري وعقب عوده منتخبنا الوطني من بطوله الامم الافريقيه. خلينا اقول لك زميل عزيز تامر صار انبي هيخوض لقاء اليوم بتشكيل مكون من البلعوطي في حراسه المرمى، في الشمال عمر عدلي، وفي اليمين جرجس مجدي، في الدفاع ابراهيم يحيى وخالد رضا ومحمد اسماعيل حامد، في وسط الملعب مصطفى جمال والعجوز وعبد الرحمن عماد، وفي الهجوم دانو بيتر وجون ايبوكا. خلينا اقول لك ان درجه الحراره هنا في استاد القاهره الدولي تشير الى 14 درجه مئويه، ويدير هذا اللقاء تحكيمان الحكم الدولي محمد عادل. يمكن دي كانت ابرز اخبار وكواليس نادي انبي قبل لقائه الهام والمرتقب مع نادي الزمالك، والان عوده للاستديو والزميل العزيز تامر صقر. شكرا للزميل العزيز احمد المسيري، والشكر موصول ايضا لزميلي العزيز خالد رزق من استاد القاهره قبل انطلاق هذه المباراه، مباراه الزمالك وانبي في الجوله الاولى من المجموعه الثالثه من كاس رابطه الانديه المحترفه.